كارول حكيم، عمري 58 سنة. بالعمر السنتين صار معي شلل أثر على حياتي، وكمان صار عندي مشاكل بالتنفس بال 16 سنة. بس هيدا كله ما منعني أكون ناشطة بالمجتمع، اتعلم واشتغل واظهر والبس ثياب حلوين وانزل على السوق وعيش طبيعي مثل كل الناس اللي عندهم ما عندهم اعاقات. لانه نحن فينا نكون ناجحين، فينا نعيش طبيعي، فينا نشتغل، فينا نوصل لكل البوستات بالرغم من الاعاقه تبعيتنا. يمكن انا مبين صغيره، قياس صغير، بس مفعولي كبير وعقلي كبير. في مثل بالفرنساوي بيقول بوتي مي كوستو، هذا اكيد بينطبق علي. كثير من الاوقات بيكون فينا نتحرك بطريقه يلي نحن بدنا اياها، نمشي على ذوقنا او نتصرف بايدينا مثل ما نحن بدنا، بس بالمقابل بيكون عنا شلل بالتفكير بالايجابيه وبالتعامل مع الحياه. في ناس هن بالعكس ما قادرين يتحركوا بس قادرين يهزوا العالم كله، وهيك كارول رح نتعرف عليها. كارول خلقت صبيه مثلها مثل غيرها من الاولاد بعمر السنتين. شو صار معك؟ بعمر السنتين صار معي شلل اطفال. طلع انحكى كثير بعدين انه بهيدي السنه، يعني كانت سنه 66، كان في كثير فاكسان بيريمي فات، لانه كان في صار موجه ب 66 كثير اولاد انصابوا بالشلل. هلا هيك انحكى، ما بعرف، وانا عرفتها على كبر، يعني اهلي ما كانوا يحكوا. بالاول ما كنت ابدا اتحرك، بعدين فيزيوثيرابي ومي وسباحه وهيك، حتى شوي رجلجت. يعني أنا واعية على حالي وقت فت على المدرسة بالخمس سنين. خبريني بعمر الخمس سنين أول ما بلشت توعي على حالتك، وبنفس الوقت كنت هون عم بتواجه المجتمع الأكبر، يعني طلعت من نطاق عائلتك، أمك، بيك يلي كانوا يهتموا فيك، وأنت البنت الكبيرة بالبيت. فخبريني كيف وعيتي لوضعك وكيف واجهتي بهيدي المرحلة بعمر الخمس سنين؟ يعني ما بعرف إذا في أقول كانت سهلة بالنسبة إلي. يعني فت على المدرسة مزبوط كنت لوحدي على الويلتشير، بس حسيت كان في تقبل، مدري أنا ما كنت أقشع، بس كانوا ينبسطوا الأولاد إنه أنا بدي أرجع، أنا بدي ألعب معها، تعرفت. ما حسيت هلا بي عينة أخذوني بمدرسة عادي، لأنه وقتها كان إنه محكوم لا بدك تحطها بالكفاءات، وبي كان رافض إنه ما في سبب، أنا باخذها أنا بجيبها، فليش ما بدك تتعلم مع الأولاد الباقيين؟ يعني هدول عرفتهم بعدين على كبر. بس انا وصغيره ما حسيت مشكله بالمدرسه. كان هذا التعامل مع اصحابك مع عائلتك بطريقه كثير حلوه وايجابيه. في اشياء انحرمت منها بطفولتك بالادوليسانس تبعك كان عبالك تعمليها وما قدرت تعمليها، شو اكثر شيء هيك بتفكري بتقولي لو كان في امشي كنت بعمل؟ العلم هو هالقد مفتاح اساسي عندك. يعني من أنا وصغيرة كنت كتير شاطرة، كنت أحلم ما كفل، كان طموحي أعمل حكيم، بس ما قدرت، لأنه خاصة مع مشاكل الرواية وكذا كانت صعبة. بس هيدا الشغلة الوحيدة اللي بقول يا ريت قدرت أعملها. كارول، لما نحكي عن دراستك، لما نحكي عن عملك، لما نحكي عن كل هيدي الأمور، ما فينا إلا ما نتوقف عند خيارك كمان بالدراسة. لأنه انجبرت وقف العلمي بالسكوند، كتير صار معي مشاكل، بقيت سنتين بالمستشفى. دونك كان حلمي فوت على الجامعة اعمل شيء. يعني قد فت بعد شي 20 سنة فت عملت لاهوت وتخرجت، كان عبالي البس هيدي الشابو تبع التخرج. افتكر هذا كان من احلى اشياء عملتها بحياتي. كارول، بدراستك رحتي وتعلمتي وتخرجتي، ولكن بطبيعة شغلك يلي مستمرة فيها لليوم رحتي للترجمة، شو اللي اخذك للترجمة؟ انا من بعد ما جيت بالمستشفى، من المستشفى كان في صعوبه روح على الجامعه بالاول، فلا تخصصت اخذت كور بار كوريسبوندونس، كان في كورات مع فرنسا، فعلى اساس كان بشتغل مع بي، كان عنده مكتب، كان بي يعمل محاسبه، قلت بستلم المحاسبه. فلا سابت لشانسي وقت خلصت الدراسه صار الحرب وراح المكتب وما عاد في، كان هذا الدومين اللي كنت بدي اشتغل فيه وقف. وانا كنت شاطره باللغات، يعني مره هيك شفت انونس
بجريدة تلفنت طلع بدهم مترجمين. قلت له بس بدي اشتغل بالبيت. قال اوكي بس بتقدم التست. قدمت التست ومش الحال. كان هيك انطلقت بدومين الترجمة وحبيتها وكفيت فيها. انت بالليل ما فيك تنامي بلا ما تكوني حتى مكنة تنفس اللي موصولة عليها كل الوقت. خبريني شوي عن هيدا البروسس يلي صار مرافقك كل يوم، وإلى جانب كمان المشكلة بالصدر يلي هي يومية عندك بلغم لازم يطلع لبرا. خبريني شوي أكتر عن هذا الموضوع من الناحية الطبية ومن ناحية أداء أنت تأقلمتي. يعني أنت بتحكي عنه مثل كأنه واحد قام لبس راح على شغله ورجع بطريقة كتير عادية. فلا أول ما بلشت المشكلة بيت بالمستشفى سنتين كان بالسواء انتنسيف، لأنه ما كان في بعد مفهوم انه حدا يروح على البيت وعنده مكان التنفس بالبيت في كهرباء ما في كهرباء تضيق. بس بعد سنتين شفت حكيمت انه طب رح تضل هيك شو، ما فينا نخليها بالمستشفى. وبي كمان زد شيء فجبنا مكان على البيت وبلشت اتأقلم انه بالنهار فيك تظهري بتاخدي معك هاي المكنه، اصحابي كلهم بيعرفوا يستعملوا المكنه. يعني ما ربطت حالي انه خلص صار عندك مكنه بدك تضلي مزروبه بالبيت، لا جبت في اشي حتى شيء طلبته من برا على البطارية حتى اذا كنت على الطريق وقزت يكون عندي شيء اقدر اخده معي، مش كله مربوط بالكهرباء. لانه يعني اوقات رايح مشوار بعيد طويل بدك توقف وين مضوله كهرباء مش ظابطة، رجلشت كل شيء يكون يا على البطارية يا ابيدال حتى اقدر يكون يعرفت اوتونوم اكتر. هلا تقدر احكي بدي سكر بايدي، فلو تكون بدي استعمل ايدي لشيء المفروض بدي سكر بدقني، يعني يا بايدي يا بدقني تقدر احكي، لانه اذا هيك الير لي ما بيطلع صوتي. هو طبيا وقت عندك تراكيو ما فيك تحكي. دونك كانت ازمه بالاول انه اوكي بالمستشفى بتمشي الحال، بس ما فيك تكون عايش عادي وما تحكي. هلا في حكيم علمني انه بتسكريها بس بدك تنتبه، يعني تسكر وتفتح تتنفس. كارول شو اكثر شيء كان يزعجك بطفولتك بردة فعل الناس اوقات، وكيف كنت تتطلع على هذا الموضوع؟ يعني كنت لا مبالية او بالاول كان يزعجك وبعدين قدرت توصل الى هيدا القناعة انه هيدا انا ولازم تتقبلوني مثل ما انا وانا مثلكم؟ انا كنت حس اهلي بيتضايقوا كثير، يعني قد ما بيتضايقوا اقول انا طب معلش انه، فانا كنت لاقيها نورمال انه يمكن انا اذا ماشي على الطريق شفت حدا شو بعرفني شوي شكله غريب عنا طنداس نتطلع، انه كنت لاقي اولاد انه مش شايفين حدا وما كان في قبل. هلا كثير احلى بتشوف صار بالمجتمع ناس على ويتشير، على ايامي كانت كثير نادره الخبريه. اكيد بحس حالي مختلفه انه اول شيء قياس صغير، ايدي صغار، اجري صغار، جسم ألوأ. يعني بنت خيي مهضومه كانت تقول لي بكوتش على مان تورني ليش ايديك مبرومين، بس انه اول ما يعني اول نظره العالم هيك بتتفاجئ. بعدين وقت يعني انا كثير اصحابي بيقولوا لي ما بنحس بننسى انه عندك مشكله، بس اول هيدا اول ابروش هيدا الصعبه كيف بدك تتعامل معه. هلا يلي بيزعجني الناس اللي بتفهم صوت اذا بتفهم بتعاملك بطريقه انه طون الصوت بيتغير بيحكوك مثل كانه يعني دغري بيربطوا الفيزيك مع المونتال انه هيدا على الكرسي يعني عندها شويه روتار، عرفت بتغير طريقه الحكي في ما بيتصرفوا عادي. موقف زعجك بكل حياتك هيك موقف بتتذكريه دائما؟ مرة حدا قرب لحتى يعطيك مصاري؟ كثير اف هيدا كثير بتصير وبتقول له نو ميرسي بيصر، يعني خاصة وقت تكون بمزرعة. بس مرة كنا بعناية كانوا أصحابي بدهم يفوتوا يجوا سوفينير، قلت لهم بنطركم برا. إجت مدام تفضلي، قلت لها لا ميرسي في جوا مزار تحطي بالمزار، لا بدي أعطيكي إلي يا مدام إنه بتصفي لا بدك تدفشن عليهم يا عمي. طب ما ميرسي شوي بتطلع لورا بلاقي اصحابي واقفين وراي عم بيضحكوا، بقولوا لا تنخليكي كل نهار برجع تطلعي لنا حق الرحله بتطلع حق الغداء من حق البوسطه. لا عندي مرات ما بعرف بيربطوا حدا على الكرسي يعني عم بيشحد. كارول اذا بنطلع فيكي
منلاقي انه انت كتير دقيقة بالتفاصيل حتى على شكلك، يعني من الفستان يلي لبستيه، من لونه، من الاكسسوارز يلي بايدك، حتى لون شعرك، اختيار لون شعرك. خبريني شوي عن جانب الموضة يلي كتير واضح من ما بقوله من البيبوش للطربوش. انا كتير بحب هذه التفاصيل، يعني بحب التيب، بحب الالوان، بحب الاكسسوارز، كتير بهم المنظر. كون لابسه اشياء انا بحبها، فلا مش دايما بلاقي لانه قياسي صغير وكذا، بس بعمل جهدي تيكون تنسق تيابي، تغير لون شعري. انا في جارنا كل مره بيجي بيقول لي، يعني كل مره بشوفك براس شكل، يعني عندي هيدي الجرأه اغير لون، غير بحبهم هالتفاصيل. في اوقات قطع بيعجبوك بترجعي بتغيريهم، بتشتغليهم مع الخياط، بيزغرون بيقصرون، شو بتعملي؟ مرتين ثلاثه عملتها، بس ما بعيده، لانه ما بتعرف اذا رح تزبط وكذا. طيب حكينا عن التياب، قديه نمرة اجرك؟ يعني حسب 30-31 حسب الموديل. يعني بتنفشي على شوز بمحل ولاد صغار؟ ايه شوز كله بمحل ولاد صغار. ايه هلا تياب الفساتين اوقات الاكس سمول، التايل بتكون في اشياء بتكون رجاع ضيقه، فعندي محلات الكبار، بس بتطلع باثنين. بتطلع بمحلات ولاد صغار كمان. ايه تياب وشوز، بس ولاد صغار في مشكله، يعني بيكون موديلات ولادي اكيد، يعني ما فيك تلبس شو ما كان بهيدا العمر. بالظهرات بيستهويك انك تروحي على مطعم، تروحي على البيت عند اصحابك، سهرات، بارتي، موسيقى عاليه، بيزعجك هذا الموضوع او لا عادي؟ لا عادي الموسيقى، اذا في سهره ظهرين كلها الموسيقى العاليه لا ما بتزعجني ابدا. بحب روح اتعشى، بحب روح عند بيت اصحابي، بحب احضر بالمهرجانات اوبرا. وقت اجى اندريا بوتشيلي على الارز طلعت حضرته، انه فاريه، بحب كل شيء. كارول، لما بدنا نحكي عن الحب، الحب له كتير أشكال. الحب بلش أول شيء ضمن نطاق العائلة مع والدتك ووالدك الله يرحمهم، يلي كانوا هالقد حاضنينك وهالقد مأمنين كل شيء لراحتك، حب إخواتك لإلك، حب الناس بالمجتمع، أصحابك بالمدرسة، أصحابك بالشغل. بس الحب على الصعيد الشخصي كيف تطلعي أنت لإله؟ الحب بالعلاقات، الحب يلي بتقولي معقول شاب ينغرم فيه او انا انغرم فيه. اليوم عمرك 58 سنه، انغرمت شي مره بحدا؟ لا، كانت هيدي كانت ملغيه من راسي، تعرفت انه ما حتزبط. اول شيء انه بدك الشباب تقبل هيدا الوضع، وانا من جهتي انه ما بعرف ليه ما بتزبط، صعبه. يعني انا لوحدي ما في يقوم بحالي، بدك تفتح بيت و تهتم بحدا تاني بس كان في حدا يلفتك، حدا هيك لفت لك نظرك بكل هالسنوات، او كنت شايل الموضوع كليا من بالك؟ هلا قد كان عندك قناعه؟ كنت تشوف حدا تقول واو هيدا شو حلو هيدا، خاصه 18-19. ايه اوكي، بس انه اكثر من هيك لا. طيب شو مواصفات الشاب يلي بيعجبك؟ هات لنشوف. انا كنت انا وصغير حسين فهمي، ستيل حسين فهمي. هذا اللي كان هيك اشقر وعيون ملونة وهيك، على صغر هلا خلص، هلا تغيرت مواصفات او خلص تغيرت، بس ركز كثير على الشكل. ذكرت من شوي ميراي اختك يلي رفيقتك الدايمه هلا، وخاصه من بعد ما توفوا الوالد والوالده، على شو اكثر شيء انت وياها بتتخانقوا؟ على الترتيب وعلى التنظيم. يعني ميراي معلي اخر تكه، معلي اذا مش مرتب، معلي اذا مش عندنا حدا بعد مش محضرين شيء. انا لا، بحب كل شيء يكون مقيد على ورقه قبل، تكون عارفه شو بدي، يكون منظم القصص. فهذا اكثر شيء مختلف عليه. وشو اكثر شيء بتحبي بميراي؟ قلبها الطيب، تغرب ترضى. انا لا، طنبت شوي. كثير تايسه. انا وكارول هيك، يعني كارول التنظيم، التنظيف، هيدا الترتيب، انا الكركبه واخر تكه وما في بلان. نحن يعني ما قلنا كتير زمان رفق، إذا بدك قبل كان في أهلي يهتموا فيها، وأنا كنت عايشة الطيش تبعولي وعندي أصحابي، عندي أصحابها. بعدين من بعد ما توفوا أهلي حسيت أنه لا، هيدي أختي، أنا مسؤولة عنها وهي مسؤولة عني. يعني بمحلات هي بتهتم فيها أكثر ما أنا بهتم فيها، في كتير قصص أنا بتكل عليها فيهم، هي يعني هي شايلة البيت إذا بدك، كل شيء قصص إدارية بالبيت هي بتهتم. أنا ما بتعاطى، أنا بجي بلاقي الأكل موجود،
إذا بدنا شيء هي بتكون محضرة كل شيء، يعني كل شيء إدارة هي. على غياب ميراي في مدام تجي كل يوم ساعتين ثلاثة تمشي أمور البيت، التنظيف، الطبخ. فلوقت تفل أنا بحضروا لي أكل بتبروير بالبراد، يعني أنا بقدر أفتح البراد شيل التبروير بحطها بالميكروويف سخن أكلاتي، يعني كل شيء معلق فيه فيه اتسيسر. يعني بدي أفوت على الحمام، بدي أغسل، فهودي القصص بقدر اتسيسر فيهم لوحدة لبين ما تجي ميراي. إلا إذا وقع شيء بالأرض وصار كوارث فهذا بيكون، بس أنه نادراً. أنا أختي لكارول صغيرة، في فرق 4 سنين بيني وبينها. أنا بالنسبة لإلي كارول إنسان جداً طبيعي. كارول خلقت شخص جداً عادي. على سنتين صار معها شلل أطفال مع أنه طعمت 3 مرات، راحت على المدرسة وعاشي طبيعي وكل شيء. سو بالنسبة لإلي ما كان في أي مشكلة معه. أنا وصغيرة ما كنت كتير استوعب، يعني نكون عم نتمشى أنا وكارول يصيروا الولاد صغار يطلعوا فيها يي شو هاي ويي لك هاي ويي ماما لك هاي. أنا كنت عصب ما كنت استوعب أنه شو بهن هالولاد، ما في تربية، ما في ثقافة، ما في هول الأخبار. بعدين صرت أقول ما يعني مش معودين، يمكن نحن عنا مشكلة بالبلد أنه ما في ثقافة تطلع بالشخص التاني أنه هو إنسان مثلك مثله بغض النظر عن اختلافاته الجسدية العقلية كل هول الأخبار. يعني أوقات العالم يجوا بيسألوني لألي بتحكي؟ خلي عم تسألني لألي، سألها لألي والله عندها لسان وبتحكي وبتشيري وكل شيء. سو بعد بس كتير أحسن من قبل أكيد، في وعي أكتر بس بعد بده نشغل شوي. أحلى شيء بكارول الإيجابية اللي عندها إياها، عندها طاقة إيجابية مش طبيعية. ما في خبرك شو بتكب أشياء بوزيتيف. يعني أنا أوقات بكون ميأسة ومعصبة وهيك، وبلاقيها هي هالقد انه لا بتبسط الامور، انه ما بدها هالقد الشغله. كثير عندها طاقه ايجابيه اكثر مني ومنك ومن كل العالم، يعني برغم وضعها وكل هولي كثير بتكب قصص بوزيتيف. انت سيده اليوم بعمر 58 سنه، سيده لبنانيه، مترجمه، بعدك عم تشتغلي لليوم، هالقد في طاقه ايجابيه بالرغم من شلل الأطفال يلي بعمر السنتين أصابك، قدرت تخطي كل هالمراحل. بدي أطلب منك رسالة لكل شخص عم يسمعنا. رسالتي للعالم أهم شيء تقبل الآخر، إنه ما حدا يعتبر إنه أنا مثلاً صحتي منيحة أولادي منيح، ما بدي أحطهم بمدرسة مع أولاد عندهم اختلاف. هيدي النظرة السلبية للأشخاص اللي عندهم إعاقة هيدي كتير بتزعج. يعني في ناس تخططها وقلعت، بس في كتير ناس عم تأثر عليهم سلبياً، عم تجبرهم يبقوا بالبيوت، عم تمنعهم يتطوروا. خلينا نعتبر إنه ما حدا فوق رأسه خايمة، لازم كل العالم تعيش مع بعضها. الأولاد إذا كان في مختلط بالمدارس، الولد بيتعلم بتكون درس له كيف يساعد، كيف يتقبل الآخر. يعني إذا بلش من هو صغير منصير كتير أهين المجتمع. من هلا لشي 10 سنين يكون في تقبل، بيكون في أشغال، يكون في دمج بكل الأماكن. إنه أنا بتعجب وقت يقولوا بدنا ندمج، طب ما من الأصل مين قال ما لازم يكون في دمج؟ ليش في هالتفريق؟ ليش الولد اللي صحته منيحة له حق يتعلم، والولد اللي عنده هانديكاب بس انه قادر يكون اشطر من غيره؟ انا ما كان عندي مشكله بالمدرسه، كنت دائما الاولى بالجامعه شرحه. يعني هذه رساله كثير مهمه، نبلش من الاولاد، مش لا اوعى يشوفوا اوعى يلعبوا مع كذا، طالما ربيوا سوا رح يكبروا سوا ورح يكونوا مدموجين بالمجتمع، واكيد رح يكون المجتمع افضل من اليوم.